على دوافع المظاهرة هذه اليوم؟ التعذيب ماهوش مخالفة، التعذيب ماهوش تجاوز، التعذيب جريمة، وحتى كي يبدا بتبريرات كإيزولي ما تكفيش. مثل ما ديكتاتورية تصير ما غير خوف، ومثل ما خوف يصير ما غير تعذيب. ديسمبر 87 الرائد المنصوري موت تحت التعذيب، طبقة سياسية كاملة تصمت وتسكت لحسابات سياسية تعادلها 23 سنة على التوانسة كل تعذبوا بجميع أطيافهم وألوانهم. بالنسبة للرائد المنصوري شكون عذبوا؟ بن علي. ديسمبر 87 أنا جهاز داخلي مات في أقبيته الداخلية. هو كان تابع المجموعة الأمنية وكان أول واحد يموت تحت التعذيب في عهد بن علي. 8 سبتمبر 2012 رؤوف الخميس يموت تحت التعذيب. تجاهل كبير، طبقة سياسية مش لهنا، لا هي فيما أهم. فاحنا قلنا ما نعاودوش نغلطوا الغلطة بتاع أبائنا في ديسمبر 87 وما نسكتوش. احنا مدونين، ما عندناش الإمكانيات الكبيرة بتاع أحزاب. نعرفوا القضايا كما هذه هي قضايا يتيمة في تونس، لأن لا يمكن توظيفها سياسيا، لأنه الجميع الأطياف السياسية كل مرتة في التعذيب. الرابور بتاع لفيدهاش اللي خرج في جويلية 2011 يحكي على تعذيب ممنهج وسيستماتيك للقصبة 3 في عهدة الراجحي بعد الثورة 800 تحت الانتخاب التعذيب. ثم انساء تصفوهم أعوان أمن، يعني التعذيب لم يقطع في تونس من تونس منذ 14 جانفي. المشكل وين؟ المشكل اللي الطبقة السياسية متاعنا بجميع أطيافها، الإعلاميين، الباحثين، الأساتذة الجامعيين قاعدوا في اللحية النقاب مجرد عميل يقلكوا في الموضوع هذايا، وتجاهل تام للموضوع هذا. احنا المحاولة متاعنا اليوم ان نقولوا لهم في عظهوم النخبة يقودوا الرأي العام، احنا كمدونين وكشبان نحبوا النخبة هذه اخيرا تتكلم على الموضوع هذايا وتفتحوا الأهمية. محروق وهبطوا مرضوا من التاكسي وحرقوا وعملوا فيه وشوفوا شو وصلوا، زاد حطوا له عامين ونص حبس. لقد صرخت بعروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها. نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام. يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن. لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت